يعني حسام ما يعني قعد في نادي الاهلي فتره قليله، حسام مش عارف ايه، ناس كتير انتوا عارفين الناس، احنا عندنا في الوسط الكروي ناس بتحب تضيف، مش عايز اقول بتحب تفتي، ما بحبش اقول الكلمه. بلاش الجمله دي. طيب ماشي يا محسن، يعني انا كل ما اجي اتكلم يا محسن في حاجه. طيب ماشي، طيب نشوف كريم احمد من اوغندا، طمنكم على بعثه النادي الاهلي الاول وبعد كده نتكلم في الموضوع اللي انا عايز اكلمكم فيه. كريم احمد اهلا بيك. تحياتي ليك وتحياتي للنجوم المستثمرين وكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. انا معاك كابتن رضا شحاته بيسلم عليك يا كريم. تحياتي لكابتن رضا طبعا كابتن الكبير، تحياتي لك كابتن حبيبي يا كريم. قناه الاهلي كابتن رضا حبيبي يا كريم، ربنا اخبارك ايه الاول؟ طمنا عليك، كله تمام؟ كله تمام يا كابتن ميد، الحمد لله. والجو عندك في اوغندا عامل ايه؟ والله احنا وصلنا الصبح فالحر كان خارج شويه، لكن لسه بالليل اهو الجو يمكن ابتدى يعني يبدا يكون في هواء شويه كده، الرطوبه بس هنا عاليه شويه، كانت توصل ل 85%، حاجه صعبه جدا هنا. لكن بنتمنى يكون يوم المباراه ان شاء الله يعني الجو يكون معتدل، يكون مظبوط ان شاء الله، يساعد فريقنا ان شاء الله في المباراه. اجهدت من الرحله يا كريم؟ والله مش انا اللي واجهت، اللعيبه اللي واجهت. ما انا بسالك انت الاول على اساس انت ما بتتمرنش، فاعرف انت اجهدت ولا لا، يبقى كده نعذر اللعيب. لا اكيد اجهدت طبعا يا كابتن ميدو، اجهدت بس طبعا كان كله طبعا في حب كابتننا الكبير الكابتن حسام غالي، واحد النجوم من النادي الاهلي، واللعيبه كلها بصراحه كانت يمكن سعيده جدا، وكانت واقفه مع كابتن حسام اخر لحظه، وباكد على اللعيبه الكبار كمان كان ليهم دور كبير جدا خلال المهرجان ده، يوم الوصول واحنا في الطياره واحنا في الفندق، فاكيد طبعا كل اللعيبه ما حسيتش بالتعب ده قوي بسبب طبعا نصر ينايا قدمه وما قدمه حسام غالي، واحد من نجوم النادي الاهلي خلال مشواره الفتره اللي فاتت. يمكن نقدر نقول ان بعد الامارات او بعد رحله الامارات وتوجهنا الى اوغندا، نقدر نقول ان اللعيبه حست بالاجهاد شويه، وبالتالي ان كابتن حسام اتخذ قرار، واعتقد قرار سائق جدا بالغاء المران اليوم كالعاده. لسه قايل انا لسه قايل لسه بعد اي وصول طبعا في اي سفريه تكون طبعا النادي الاهلي في البطوله الافريقيه او اي مباراه بيكون في كده تدريب مستشفى خفيف كده طبعا على حتى الملاعب الموجوده او كده، لكن كابتن حسام شايف ان في كبير او اجهاد كبير من اللعيبه، لان احنا وصلنا او اتحركنا طبعا من دبي الساعه 7 صباحا الى المطار، طبعا اتحركت قطعه وصلت بتوقيت الامارات، وصلنا هنا للمطار رنكيبي الى الساعه 2 الظهر او الساعه 2 ونص الظهر، وكمان من المطار لفندق الاقامه في يمكن ساعه الا ربع او ساعه كمان، فيمكن مجهود كبير شويه على الفريق، فكان القرار زي ما بقول لك قرار صائب. لكن لو برجع معاك سريعا كده، من بعد استلام المباراه على طول مباراه النادي الاهلي واياكس الهولندي، كان لي عدد كبير من لقاءات اللعيبه، اتكلمت مع السوليه، اتكلمت مع علي معلول، مع عاشور، مع الشناوي، في تركيز كبير قبل ما يسافروا الامارات في مباراه كامبالا، في تصميم ان شاء الله واراده كبيره جدا لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله، وظروف احنا عارفين ان في ظروف صعبه، الملعب لسه ما شفناهوش، هل هيبقى في بعض الامور الخاصه اللي تعوق اللعيبه، الجو العام هنا هو اللي ممكن يبقى ليه تاثير كبير شويه على اللعيبه، لكن عندنا يمكن لعيبتنا عندها على قدر المسؤوليه اتعودت وراحت يمكن اكثر من كده كمان ودرجات اعلى من كده كمان، لكن بقول لك الحاله المعنويه يمكن مع اللعيبه مرتفعه جدا، الامور هنا ان شاء الله جيده. الغاء التدريب النهارده كابتن حسام لسه هيكون في جلسه مع اللعيبه بعد اللحظات، هيحدد طبعا التدريب هيكون ملعب الساعه كام، هيكون اكيد طبعا في التوقيت بتاع المباراه الساعة الرابعة، لكن عايز اكيد يعني اوجه الشكر لكابتن سمير عدل الصراحة، كابتن ميدو قايم بدور رائع جدا والله، لسه برضه والله متكلم عليها يا كريم، بس برضه حقيقة والله يا كابتن ميدو يمكن خالد مرتجي بصراحة يمكن اشاد بيه وحياه، قايم بمجهود كبير جدا 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 هنا في اوغندا بجانب طبعا مسؤول السفارة بالكامل، استقبلونا في المطار طبعا كالعادة استقبال رائع، موفرين كل حاجة، فندق الإقامة فندق مميز في مكان مميز، على ما اعتقد بيساعد برضه ان يكون في فندق كويس بيساعد بعض اللعيبه طبعا على التقاط الاساس، حاجه يمكن طبعا بتساعد زي ما بنقول لما يبقى الفندق والامور والجو العام وفي تسهيلات كبيره جدا، بيبقى اللعيبه تركيزهم الوحيد طبعا في ثنيات المباراه، والمباراه ما بيبقاش في اي امور ثانيه خاصه طبعا بتحرجهم او بتشتتهم عن التركيز الكبير. بنتمنى طبعا كابتن ميدو المباراه ان شاء الله تكون من نصيب النادي الاهلي، واكيد هيكون في تدريب غدا، باكد عليك هيكون في تدريب غدا في ميعاد المباراه ان شاء الله. يعني يا كريم طمني، قول لي انت كلمتني عن الملعب والاجواء والكلام ده كله، متهيألي لعيبه النادي الاهلي متعوده على مثل هذه الاجواء، ومتعوده حتى لو الملعب وحش خلاص احنا في افريقيا بقى وعارفين الدنيا عامله ازاي. كلمني على روح اللعيبه واصرارهم، وكلمني لو في الاصابات اخبارها ايه، وعمرو السوليه الدكتور لسه قاري خبر انا للساده المشاهدين منذ قليل قلت ان الدكتور النادي الاهلي بيقول ان عمرو السوليه لسه في الامكان ان هو يلحق بمباراه كامبالا سيتي، فلو عندك معلومات يا ريت تطمني.
عمرو السوليه يمكن زي ما بقول لك في فرصه كبيره، يمكن زي ما انت بتاكد ان في فرصه كبيره ان شاء الله ان هو يكون متواجد، لكن الخساره الكبيره يعني معلول طبعا كنا نتمنى يكون متواجد في هذه المباراه، كريم نجدي كنا نتمنى ايضا كمان يكون متواجد في هذه المباراه، في عدد من اللعيبه رجعوا زي ما انت عارف كابتن ميدو وعلي لطفي وهشام محمد للامتحانات اكرم طبعا وعمرو سعداوي لعدم التصويت في القائمه الافريقيه ايضا اشرف طبعا تمام. للاصابه كريم نجدي عنده الاماميه يمكن هو شارك في مباراه اس حس بيها او نقدر نقول لك جددت عنده ثاني، فكان في تفضيل طبعا ان هو ما يكونش متواجد يعني هو كان مصاب اصلا يا كريم؟ يعني اتجددت ازاي؟ هو لعب ماتش، الماتش كان كويس جدا في الماتش لكن حس بيها في الاخر كده، يمكن انت شفت الماتش طبعا كابتن ميدو اتاثر بلعب باك ليفت يعني تمام يمكن نزل كده في الباك ليفت مكان صبري، فنقدر نقول يمكن كان في مجهود شويه جامد، سبرنتات طلع رجع كتير كده، حس بنبذه كده في العضله الاماميه فيمكن اشتكى على طول منها، فضل طبعا الجهاز ان هو يمكن يعمل له طبعا تشخيص مبدئي من طبيب النادي الاهلي، نقدر نقول شد لكن يمكن التشخيص طبعا اللي هيتم بعد الاشعاعات وكده نقدر نتعرف عليه طبعا اما يوصل كريم نزل الى القاهره ويقابل الاشعه طبعا على العضله الاماميه، لكن يمكن زي ما بقول لك عنده الصلاه ان شاء الله باذن الله يكون بكره وبعد بكره ان شاء الله في التدريب، نحاول ان احنا نشوفه كده في التدريب ياخد بعض الفقرات التدريبيه بالكره او يدخل في التدريبات الجماعيه، سواء يبقى موجود على دكه البدلاء او يبقى موجود في المباراه، مكسب كبير ان شاء الله عمرو السوليه في المباراه باذن الله كده. اكيد يعني هو التدريب اتلغى لكل اللاعبين كريم ولا للاعبين اللي شاركوا في مباراه حسام غالي بس؟ لا كافه اللاعبين يا كابتن ميدو كل اللعيبه تم الغاء المران اليوم، كان متوقع ان ممكن يبقى في حتى في الفندق هنا لو في اي جنينه او في اي بارك موجود كده يبقى في بعض الاسترتشات او بعض الكلام ده، لكن كان في تفضيل كبير من كابتن حسام ان هو يدي راحه للعيبه تامه، اللعيبه ما نامتش يمكن نامت على فترات متوقعه زي ما متوقف ساعه طبعا زي ما بقول لك صباحا ومساء يوم في الطياره ده بيبقى مقلق شويه متعب شويه، لكن يمكن زي ما بقول لك غدا هيكون هو التدريب الاول للنادي الاهلي لكافه لاعبي النادي الاهلي المشاركين ان شاء الله في مباراه في كامبالا، ويمكن زي ما بقول لك كده ان شاء الله بنتمنى يكون يوم المباراه الرطوبه تكون قليله شويه والجو طبعا يكون مظبوط لان الصبح درجه الحراره صعبه جدا والشمس صعبه جدا، لعيبه النادي الاهلي متعوده لكن احنا بنحاول ان احنا طبعا الواحد بيساعد طبعا اي حاجه تساعد لعيبه النادي الاهلي على تجاوز هذه المباراه القويه والمباراه الصعبه نظرا لسوء التوفيق اللي قابلنا في مباراه الترجي، وزي ما بقول لك اتكلمت مع اللعيبه، اللعيبه قالت احنا عملنا اللي علينا في مباراه الترجي، قابلنا سوء التوفيق المباراه دي عنق زجاجه بالنسبه لنا، مركزين بشكل كبير جدا وهدفنا ان شاء الله ان احنا نعود هنا من اوغندا بثلاث نقاط هيكونوا مهمين جدا يا كابتن ميدو في مشوار النادي الاهلي في البطوله. اكيد الأفريقية. اكيد ان شاء الله الاهلي قادر ان هو يعمل كده، يعني الاهلي هو بس زي ما انت قلت يا كريم هو موضوع ان هو مش عايز اقول تعثر، انا بقول تعثر خلاص، لكن هو حاجه انا قلت دايما بقول ان هي ظاهره صحيه جدا، دايما البطل بيكسب وهيجي الوقت ان هو يخسر فيه او يتعثر فيه بعض الشيء، لكن شفنا الاهلي في دبي قدام اياكس امستردام تحس ان الاهلي فريق اوروبي من العيار الثقيل جدا، هل هي اجواء؟ هل نفس اللعيبه؟ نفس الشكل؟ لكن الاختلاف والاداء والروح والكوره شفت الموضوع ازاي برضو قول لي. مباراه اياكس طبعا كانت مباراه ليها طبع خاص عند اللعيبه. كابتن حسام بدري يعني تناول هذا الموضوع ازاي؟ يعني كابتن حسام بدري اكيد كل الناس بتشوف الاهلي او شافت الاهلي حاجه. معلش استاذنك نعيد السؤال لان الصوت بيقطع، معلش يا كابتن ميدو. بقول لك يا كريم الاهلي قدام اياكس امبارح تحس ان هو فريق اوروبي من العيار الثقيل، ايه اللي اختلف؟ يعني ايه اللي اختلف عن قبل كده؟ كابتن حسام بدري اكيد شاف الموضوع ده، كل الناس بتتكلم الاهلي كان فايق جدا، الاهلي بيعمل كوره كويسه جدا، يعني الجو العام هناك رائع، او الجو العام رائع جدا، الجو العام في استاد الزعب البارد، الجماهير والملعب والاداء والحاجه يمكن تخلي اي فريق يكون متواجد وخاصه فريق النادي الاهلي ان هي تبدع امام اي فريق سواء اياكس سواء برشلونه ريال مدريد زي ما لعبنا قبل كده، الجو العام هناك رائع جدا كمان، يمكن اللعيبه زي ما بقول لك ده يدل ان في تركيز كبير على مباراه كامبالا، اللعيبه عايزه تأدي مباراه، المباراه دي كانت تعتبر بروفه لبعض اللعيبه، الكابتن حسام ما حاولش ان هو يشارك كافه اللاعبين اللي هي هتكون في مباراه كامبالا اللي بعد الدقائق الثانيه، لكن زي ما بقول لك ده يدل دليل كبير جدا ان في تركيز كبير من هذه المباراه لمباراه كامبالا، وده اللي انا كنت بقوله لك من شويه ان اللعيبه قالت احنا قبل ما نطلع الامارات وقبل مباراه حسام غالي هو تركيزنا الكبير ان احنا يبقى في اعداد كويس لبعض اللعيبه اللي كابتن حسام عايز يشوفها، وايضا كمان تكون تركيز وبروفه مهمه جدا لمباراه كامبالا، النادي الاهلي كان ادى اداء رائع استقبال الجماهير والداليه هناك كانت حاجه رائعه جدا، وزي ما بقول لك الجو العام هناك وملعب استاد الزعب بن زايد تحفه معماريه رائعه جدا جدا تساعد اي حد ان هو يؤدي امام اي فريق على ما كابتن. اكيد يا كريم، كريم احمد يعني بشكرك جدا، واتمرن بقى لان احنا هنحتاجك كتير قوي، لازم تكون في فورمه هايله عشان هتوفينا بتقارير كتير جدا لغايه مباراه كامبالا يوم الثلاث ان شاء الله. شكرا جدا لكريم احمد مراسلنا في اوغندا. زي ما قال كريم انا سالته وقاصد ان انا اساله السؤال ده، ايه اللي بيختلف يعني؟
شوف الاهلي، شايف الاهلي امبارح بالشكل العام، هو احنا صعب ان احنا نعمل الكلام ده عندنا؟ هو كان الجمهور بدي لمسه، بدي حلاوه للملاعب، فالجمهور اتشال، فالملعب